ايه حاجات الادوار كتير اللي كنت جدا. بتقفي قدام المرايه وتعيطي وانت بتعمليها؟ يعني مش فاكره دلوقتي، بس مسلسلات كتير جدا مثلا، حاجات في السينما، وبعدين الكل يعني مش انا اللي شايفه نفسي كده بس كمان، لا كل اللي حواليا كانوا شايفين شايفين. بتنفعي؟ هو انت كنت قلتي لهم ان انا هتخطب وهتجوز وهسيب التمثيل، وكانوا فعشان ايوه كده كانوا معترضين اتكسفتي؟ ان انا اخد الخطوه دي اصلا، واتحاربت من ناس كتير جدا، يعني كتير جدا قالوا لي ليه انتي لسه صغيره. هي فعلا يعني ماما زعلت جدا لما انا قعدت وحاولت ترجعني تاني. جه بقى قلت لها لا خلاص انا هتكسف، ازاي يعني اقول لهم انا فسخت الخطوبه؟ ازاي؟ السن هو السن فعلا، ما فيش تجربه خالص. اتجوزتي ابو الولاد، فبعد كام سنه جواز رجعتي تاني للفن؟ بعد كام سنه؟ بعد تقريبا 6 7 سنين. 6 7 سنين. في ال6 7 سنين دول مين كان بيقنعك، او ايه، او نزلتي ازاي يعني بعد ست سبع سنين من الجواز؟ يعني اول عمل جالك كان مع مين؟ القريبين مني يعني واحنا بنتكلم قلت لهم لا انا بفكر ارجع تاني. اوكي، اول واحد عرف ان انا رجعت كان الاستاذ رياض العريان الله يرحمه، طبعا هو عنده شركه انتاج كبيره، عرف على طول، اتصل بيا ويا هاله تعالي. كنت انا اول عمل عملته معاه بعد الرجوع؟ لا قبل الرجوع كنت عامله مسلسل افواه وارانب، المسلسل اتصور في فاكره ده. اليونان. اتصور في اليونان، وكانت اللي رشحتني لي مدام عفاف الله يديها الصحه، لان انا عملت معاها حاجات، هي مسمياني في الوسط الاروبا. الاروبا دي انا عملت معاها حاجه وانا عندي 5 سنين اروبا، فعلا بغني وبرقص وانا كنت يعني لما بشوفها بضحك، يعني الحاجات دي بشوفها بضحك، فسمتني فعلا الاروبا. وبعدين عندي ان انا الارتجال عندي كان، واللي علمهوني طبعا، انا مش عايزه ادخل في حاجات كتير، كان الله يرحمه سمير غانم طبعا الفنان لا انت الكبير جاي الله يرحمه. من عمالقه واشتغلتي مع عمالقه، والله فاكيد من المدرسه بتاعتك هو مختلفه. اول واحد فعلا. هاله رجعت، رقمها اتصل بيا، رحت عملت معاه مسلسل. انا مفروض كنت حمضي لان انا جايه في الاخر، هي حلقات منفصله متصله منفصله، اللي هي كل حلقه بقصه يعني. كانت ايه مسلسلات ايه؟ اسمه ده برضو ما اتذاعش في مصر للاسف، اسمه مطب على الهوا. طيب مطب بعديه بعديه ايه اللي اتذاع في مصر؟ في سهره اسمها ابتسامه الجيوكاندا، ده المخرج كان برضو من الحاجات الجميله جدا ان هو بعت لي لما عرف ان انا هرجع، ان انا رجعت يعني، وقال لي انا كان كل حلمي وانا مساعد مخرج ان انا ابقى مخرج علشان كنت اجيبك، وليا الحظ ان انا جبتك. طب انت رجعتي فتره قد ايه؟ 5 سنين؟ من اربعه ويعني من 96 ل 98. ايه اللي خلاكي تختفي 20 سنه بعدها؟ ما هو ما انا بقول 20 سنه ما هو بعد انا ما لقيتش رجوعك. المجال فما قربتش بقى، وانا طبعي وانا صغيره هو ان انا بتكسف جدا، يعني ما اقدرش ما اروح لشركه المجال انتاج. ولا الناس نسيوكي؟ لا خالص خالص، بدليل ان انا لما الناس اللي بيشتغلوا في المجال خالص خالص، بدليل يعني في المسرح مثلا، المخرج كان استاذي محمد ابو داوود الممثل والمخرج هو، والله يرحمه ممدوح وافي الفنان الجميل قوي قوي. طب يعني ايه ما لقيتيش المكان؟ ما انا الشركات والانتاج زاد، فما بقى الجداد الشباب الصغنن دول ما يعرفوش، ممكن ما يعرفوش مين دي، فانا ما عنديش الجرأة ان انا اروح. في ناس عندهم الجرأة دي ان انا اروح الشركات دي واقول لهم انا رجعت تاني، انا فلانة الفلانية، انا ما عنديش، بتكسف جدا. ولحد النهاردة يعني برضو، وان انا مخرج مؤلف زي لينين الرملي برضو، لما الاستاذ محمد ابو داوود والاستاذ ممدوح وافي ويقولوا له هالة فيرحب جدا، ده برضو يعني هي جت صدف كده. كان في ايه، في مسرحية ولا في مسلسل؟ في مسرحية. كانت مسرحية ايه؟ جنون البشر، يعني عرفتها. دي ما كانتش من لا قريبة قريب. قريبة، وكانت طبعا معايا الجميلة يعني، او انا معاها الفنانة الجميلة عبلة كامل. والله قالت لي هلا انا من كتر حبي في ادوارك انا كنت بغير منك، مش غيرة ان انا نفسي اعمل الدور ده. فيعني برضو هي انسانه جميله قوي، دوبت التلج اللي بيني وبينها بتكسف وكده، فكانت مرحله جميله. واللي جم اتفرجوا مش ممكن يا هاله ده ممر السنه، لان رجعت ارقص واغني وممثل تاني، مش ارقص ده قبل استعراضات الحجاب. يعني ايه قبل الحجاب؟ انا محجبه لسه من كام سنه وصغيره جدا. من لكن قبلها كنت قبليها. طب ما كانش فيه حجاب ساعتها. طب ازاي 20 سنه وبعدين جالك ظل ظل راجل ظل راجل مع
ياسر جلال. هو يعني حصل ايه؟ نعم حصل. هو برضو ناس كله يعني بدأ ينتشر اللي هم عارفين هالة. أوكي. ان هالة بدأت ترجع وكده. فانا لقيت تليفون جميل جدا. يعني اولا انا اشتغلت مع ياسر جلال، مع بابا ياسر جلال الاستاذ جلال توفيق الله يرحمه، في المسرح وكنت برقص وبغني وبمثل. فالحكايه مش جديده على ياسر، بس ياسر ابن اصول قوي 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 وبيصون العشره قوي، وانسان في جدعنه ولاد البلد. فلدرجه انا اتخضيت على كلمه على التروكولر ياسر جلال، ففي اسامي بتتشابه. فبعدين انا قلت له كلمه، قلت له يا نهار ابيض انا مش عارفه اقول ايه والله، يعني انت لسه فاكرني؟ قال لي ما ينفعش يا هلا نقول الكلمه دي، انت عارفه انت كنتي ايه، انت عارفه. طب يعني وفكرني انت اول مسرحيه مع بابا عملتيها كان اسمك ايه؟ والله انا كنت طالعه زي حوريه من المريخ يعني. فقلت له انا فاكره المسرحيه وفاكره، بس الاسم لا. قال لي كان اسمك شفق. الله. فمن هنا يعني من ادبه واخلاقه هو كان بدا دل راجل. قال لي هو انا استاذنت الاستاذ، بصي رقي برضو، استاذنت الاستاذ احمد صالح في ان انت تكوني ضيفه جميله قوي وضيفه معانا في المسلسل؟ قلت له ده يشرفني انا اجي بس يعني ورا الكاميرا يبقى انا كده يعني. قال لي لا يا هاله ده انت تنورينا. وانا استاذنت الاستاذ احمد صالح، قال لي طبعا. وطبعا بما اني محجبه فالاستاذ صالح احمد صالح برضو سالوه، احنا فرحانين برجوع هاله انور تاني، حضرتك ما اعترضتش؟ ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. فقال لا ما اعترضتش خالص، لان احنا عندنا احنا بننقل واقع، فالواقع من كله. طب هو